احبائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حلقه طبعا جديده من برنامجكم وبرنامجي المفضل برنامج الفار. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامج الفار مع احمد نادر على قناه الاهلي اونلاين تي في. النهارده عاملين لكم حلقه جديده وحلقه قيمه سمعكم وقام بنتكلم فيها طبعا عن احد مباريات الدوري العام. طبعا النادي الاهلي زي ما قلنا ان هو حسم الدوري مسبقا، وامبارح كان بيلعب مباراه هامه جدا جدا، وكان معتبرها طبعا يعني كنوع من المعسكر الاعدادي او مباراه بيستعد بيها لمباراه الوداد. امبارح كان بيلاعب نادي قوي جدا، والسنه دي اثبت نفسه في الدوري وهو نادي المقاولون العرب صاحب المركز الرابع، واللي بيدربه طبعا حبيبنا الكابتن عماد النحاس وطبعا احد اعمده الدفاع في النادي الاهلي. وقدر النادي الاهلي ان هو يفوز على المقاولون العرب بنتيجه هدف للا شيء احرزه طبعا عمرو السليه من ضربه جزاء، وبكده الاهلي يرفع رصيده ل 82 نقطه وناقص له ماتشين. وخلاص بقى احنا يعني عدينا الفلنكات، خلاص انا ما بقتش بعد النقط عشان خلاص احنا كان في حنفيه باظت فعماله مش بتنقط بقى بتخر علينا، فالاهلي مش بيجيب نقط، الاهلي بيخر علينا نقط بس. فقدر الاهلي ان هو يتفوق على المقاولين بهدف مقابل لا شيء في مباراه قويه جدا بيستعد بها لمباراه الوداد المغربي. نشوف مع بعض بقى شكل المباراة كده، وتعالى بقى نقعد ايه نرغي ونشوف بقى ايه اللي حصل. طبعا دي اول مباراة للمدرب الجنوب افريقي الكبير الكابتن موسيماني، وطبعا امبارح زي ما شفنا في بعض التعليمات اللي كانت باينه مع النادي الاهلي. خلينا نقول سريعا تشكيل الاهلي كان في حراسة المرمى محمد الشناوي، قدامه اثنين مساكين ياسر ابراهيم وايمن اشرف، وعلى اليمين محمد هاني، وعلى الشمال طبعا كان الجوكر احمد فتحي، قدامه اثنين في نص الملعب كان عمرو السوليه وجنبه حمدي فتحي، وكان قدامهم صانع العاب محمد مجدي قفشه، وعلى اليمين كان موجود حسين الشحات، على الشمال كان موجود محمود عبد المنعم كهربا، ومهاجم وحيد هو اليو بادجي. وبكده يكون الاهلي كان بيلعب 4-2-3-1، بيلعب بصانع العاب وهو محمد مجدي قفشه. لاحظنا مع بعض حاجه مهمه جدا وبانت جدا في اسلوب الاهلي، يعني كان في اكتر من نقطه كده لاحظناها، ان الاهلي اولا في تحركات للعيبه من غير كوره بشكل كبير جدا، فاحنا فجاه ممكن نلاقي المهاجم بيسقط لنص الملعب ونلاقي اللاعب الخط الوسط بيزيد وهكذا، فدي كانت احد اللقطات المميزه. ثانيا شفنا ان اللعيبه بتلعب دايما كوره على الارض، وبتلعب من يعني بساط على الارض، بتحاول تنقل الكوره من رجل لرجل، وبتحاول ان هي تضغط، على عكس اللي كان بيحصل مع فايلر اللي هو احنا كنا بنقف ستاره، لا اللعيبه بقت بتضغط على الخصم. ثالثا زي ما شفنا ان لعيبه الاهلي غير ان هي بتضغط وغير ان هي بتنقل الكوره على الارض بينها وبين بعض، وغير الروتيشن او التحركات اللي بتحصل بين اللعيبه، شفنا تعليمات كبيره جدا بالتسديد من خارج منطقه 18 والتسديد على المرمى. يعني احنا في اول ربع ساعه شفنا حوالي 4 تسديدات من لعيبه النادي الاهلي، وطبعا كان يعني ما اصفرش عنها خطوره كبيره، ولكن ده بيدل على ان في تعليمات واضحه. خامسا شفنا استغلال كبير جدا للضربات الثابته، وشفنا الاهلي بيستغلها بشكل افضل، وشفنا الاهلي بشكل احسن كده لمؤاخذه بالبلدي، وشفنا الاهلي بيلعب كره مختلفه. فيعني غريب جدا ان ده بيبان بعد حوالي 48 ساعه بس من تولي المدرب الجنوب افريقي. زي ما قلنا طبعا لمسات موسيماني كانت باينه جدا على النادي الاهلي، واللي حاول من اول مباراه ان هو يلعب لعبه ويفرض سيطرته ويشوط كور من بره ال 18 وينقل كورته، ولكن الكابتن عماد النحاس الله يبارك له كان بيحاول يغلس علينا بكل الطرق، بيحاول يقفل على مفاتيح لعبنا، بيحاول يضايقنا. انا مش فاهم يا كابتن عماد انت حبيبنا يعني مش فاهم فيه ايه، ولكن طبعا المقاولين زي ما قلنا ان هو فريق متميز وفريق قيمه وقامه، حقق نتائج كويسه جدا، فقدر ان هو يقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي. وكانت المباراه يعني فيها كره حلوه جدا لحد ما قدر محمود عبد المنعم كهربا الله يبارك له ان هو ياخد الكره ويراوغ في منطقه الجزاء، وتحسب ضربه جزاء للاهلي بعد الرجوع للفار، ياخدها عمرو السليه وخد يلا يحطها طبعا على يمين الحارس محمود ابو السعود لتحرز الهدف الاول والوحيد في المباراه للنادي الاهلي. يخلص الشوط الاول ونبدا طبعا احداث الشوط الثاني. يحصل بعد التغييرات الهجوميه طبعا موسيماني بيجرب لعيبته، ونشوف منافسه قويه جدا بين كل لعيبه في كل المراكز، لان كل واحد عايز يثبت وجوده في ظل وجود طبعا المدرب الجديد، ونشوف يعني اداء متميز وتحركات متميزه من مروان محسن ومن جيرالدو ومن اللعيبه اللي شاركت في الشوط الثاني من احداث المباراه. وكان الاهلي بيحاول بكل الطرق، وكان المقاولين بيحاول بكل الطرق تحسب ضربه جزاء للمقاولين، وبعد الرجوع للفار يتم الغائها بداعي طبعا الاعاقه او بداعي الفاول على اللاعب بتاع المقاولين، وتنتهي المباراه في النهايه بتفوق النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء على نادي المقاولين ليرتفع رصيده ل 82 نقطه في الدوري رقم 42. نيجي بقى لفقره الفار، واللي طبعا بنتكلم فيه على اللقطات التحكيميه في المباراه. طبعا الفار تم اللجوء ليه في لقطتين، اللقطه الاولى كانت ضربه جزاء النادي الاهلي، واللي طبعا كهربا راوغ وراح عامل كده
بالظبط عمل بص عمل كده وراح الراجل موقعه وهوبا لخفنه. الحكم ما حسبش حاجه ولكن بعد الرجوع للفار حسب ضربه جزاء للنادي الاهلي وتصدى ليها طبعا عمرو السليه وقدر ان هو يحرزها هدف للنادي الاهلي. وطبعا يعني ده بيدل على اهميه الفار واهميه الرجوع ليه في المباريات واللي فرقت كتير جدا في نتائج الفرق. يعني كان ممكن جدا اللي هي لا تحسب ضربه جزاء للنادي الاهلي ولكن الفار بينت حاجات للحكم والعكس ممكن ان يبقى في ضربه جزاء زي بقى اللي هنجيلها اللي هي اللقطه الثانيه اللي هي كانت حسبت ان هي ضربه جزاء وبعد الرجوع للفار تم الغائها. فانا شايف ان هي ضربه جزاء صحيحه وشايف ان فعلا تمت اعاقه اللاعب محمود عبد المنعم كهرب. بالنسبه للقطه الثانيه طبعا وهي ضربه جزاء المقاولين وهي ان الكوره جت طبعا علي لطفي خرج غلط عشان يطلع الكوره براسه ولكن هو طلع على الهواء فالكوره عدته دخل اللاعب بتاع المقاولين وحاول ان هو يقطع الكوره فراح ناطت قافل برجلين اتنين على الراجل بتاعنا وراح واخده ونزل بيه في الارض طبعا حته كده دبليو دبليو اي. ولكن جهاد جريشه بعد ما حسبها ضربه جزاء رجع للفار واكتشف ان هي مش ضربه جزاء وحاسبها فاول عكسي على لاعب المقاولين العرب. جدير بالذكر يا جماعه بقى ان احنا الكابتن ياسر ابراهيم خد 3 انذارات وكده احنا ما عندناش قلب دفاع مفيش حد عندنا يدافع كده يا جماعه. يعني طبعا احمد فتحي بقى بيلعب باك شمال لان مفيش حد عندنا شمال. رامي ربيعه مصاب. ايمن اشرف ربنا يعينه عندنا. وائل جمعه اعتزل. عماد النحاس بقى بيضرب المقاولين اصلا اللي بيلعب فمفيش حد يدافع يا جماعه. يعني وفتحي هيعمل ايه؟ يعني الراجل يهاجم ولا يقف مكان الشناوي ولا الشناوي نفسه اتصاب فانا مش فاهم انا مش فاهم فيها بالظبط يا جماعه. اللي عمل لنا عمل يشيله يا جماعه اتقوا الله. اما عن فقره البابا الحقيقي فيكسبها معانا عمرو السليه. عمرو السليه يا جماعه خلاص الراجل ده بقى واخد البطوله دي ابونيه. يعني هو كل مره بيكسب معانا البابا الحقيقي اكتر واحد كسب. ليه بقى؟ عمرو السليه امبارح اولا هو اللي احرز الهدف، ثانيا احنا شايفين قائد بيلعب في نص الملعب وقائد ليه كلمه في الملعب. شفنا اللقطه اللي هو طبعا وجهها لمحمود عبد المنعم كهربا وقدر ان هو يقول له ان هو يبطل استعراض في الماتش، يعني رغم ان كهربا امبارح كان ممتاز وفي كوره اللي لعبها ثروب كعب برجله اللي قال يوبادجي دي كوره عظيمه والراجل كان بيعمل تحركات جميله. ولكن الاهلي بيهتم بالنتيجه وبيهتم بالكفاءه اكتر من الفنيات. طبعا الفنيات مهمه وبرده عايزين نقول ان موسيماني كان مدي تعليمات للعيبه ان هي تطلع فنياتها. شفنا اللعيبه كلها بتحاول ان هي تلعب لعبها وتلعب كورتها ولكن في نفس الوقت اللعب الايجابي هو الاهم. فشفنا السوليه بيوجه كهربا ان ما ينفعش ان انت تستعرض رغم ان عندك لعبه ايجابيه ممكن تلعبها ممكن تاثر في نتيجه اللقاء خاصه ان انت كسبان 1-0 بس ودي نتيجه طبعا ما ينفعش ان انت يعني زي ما بيقولوا بتغطي بيها عريان يعني. فطبعا احنا بنديها للكابتن عمرو السوليه ويحصل معانا على لقب البابا الحقيقي. اما بالنسبه للجائزه الاخرى وهي محترم فاحنا بنديها طبعا للكابتن موسيماني. الراجل لسه جاي بقاله 4 ساعات وقدر ان هو يفوز باللقاء وقدر ان هو يبان بصمته جدا على الفريق وقدر ان هو يورينا ازاي اللعيبه ممكن تستغل قدراتها كامله، ازاي اللعيبه ممكن تموت نفسها على كل مركز، ازاي اللعيبه تقدر ان هي تطلع كل شيء عندها. شايفين تحركات، شايفين مروان محسن بيسقط لخط الوسط، شايفين جيرالدو بيتحرك بشكل كبير جدا، شايفين عرضيات، شايفين لعب على الارض، شايفين لمسه باينه جدا. فبنوجه كل التحيه للكابتن موسيماني وبنقول له كل التوفيق. اما بالنسبه طبعا للسلك العريان فبنمسكه النهارده لمحللين القنوات الفضائيه والكوادر الرياضيه الحلوه بس شقيه اللي موجوده في الكره المصريه. واحد يقول انت شعر غنائي اقول له ما اعرفش بس يعني هي مشيت معايا فايه يعني عديها. الناس يا جماعه من ساعه ما موسيماني جه واحنا شايفين نغمه غريبه جدا، اصل الراجل ده من جنوب افريقيا، اصل احنا يعني جنوب افريقيا مش احسن مننا في الكوره، يعني طالما جبنا واحد افريقي فاحنا مش عارف. انا مش قادر افهم يعني هو الراجل ده احنا مالناش دعوه بجنسيته، الراجل حقق نجاحات كبيره جدا وقدر ان هو ينقل صن داونز لحته مختلفه تماما، يفوز بيه بدوري ابطال افريقيا، الراجل بان بصمته. فانا ماليش دعوه بقى هو نرويجي ولا كوري، في النهايه انا ليا بصمته الحقيقيه. فكر بقى ان هو افريقي واحنا افارقه، ده بالعكس هو الراجل حافظ الكره الافريقيه. احنا لما مثلا لجأنا ان احنا نجيب كارتيرون فاحنا جبناه علشان الراجل كان ليه انبوت او كان ليه اضافه في الكره الافريقيه، وبالتالي احنا قلنا ان الراجل ده هيكون خبير وهيقدر ان هو يفهم الملاعب الافريقيه بتتعمل ازاي. فانا شايف ان موسيماني بصراحه هو كان اختيار موفق، ويا جماعه يا ريت تسيبوا الراجل يشتغل ويا ريت بعد اذنكم تسيبوا السلك العريان. دي كانت نهاية حلقتكم من برنامج الفار مع احمد نادر على قناة الاهلي اونلاين تي في. سؤال الحلقة النهاردة بنقول لكم هل انتم شايفين ان موسيماني مناسب لتدريب الاهلي ولا شايفين ان كان في مدرب انسب، وايه توقعاتكم ليه مع الاهلي الفترة الجاية ان شاء الله؟ مستنيين طبعا ارائكم في الكومنتات تحت الفيديو. وطبعا دي كانت الحلقة الجديدة والقيمة والقامة من برنامجكم وبرنامجها المفضل برنامج سلام عليكم.